واهلا وسهلا بكم مجددا في يوم جديد. ويعني اول الضيوف اليوم رح يكونوا معنا. بتعرفوا موضوع الصحه النفسيه موضوع كثير مهم، موضوع شاغل العالم ككل، وقديش مهم انه نحن دائما بنركز على صحتنا. اللي دائما انا مقتنعه في هذا الشيء، دائما احنا بنروح على الدكتور عشان راسنا وجعنا لفتره طويله، حلقنا، بنات اداننا، بطننا في بعض الاحيان، لازم يكون في هناك ذهاب بشكل دوري، نطمن على صحتنا النفسيه حتى نطمن انها منيحه ولا لا، لانه الحياه قصيره ومش مستاهله اعباء فوق الاعباء اللي احنا فيها. عشان هيك في معنا اليوم مجموعه من الشباب عملوا مبادره مختصه بالصحه النفسيه، هم دارسين ارشاد نفسي في الجامعه الهاشميه، من خلال دراستهم عم بيساعدوا الطلاب الموجودين معهم بالجامعه. راح يكون معنا مصعب احمد الخوالده مؤسس ومدير عام المبادره، أنس فايز المشاقبة المدير الإداري، وختام الشريدة مسؤولة ملف جائزة الأمير حسين للعمل التطوعي في المبادرة. أهلا وسهلا فيكم ونورتونا. يعني بالبداية اليوم تحدث مصعب عن هذه المبادرة، اليوم متى تأسست هذه المبادرة؟ ودائما بنقول المبادرات، في كثير مبادرات، لكن اليوم أنها تستمر المبادرة ويكون الأهداف واضحة وعلامات واضحة هذا شيء نادر، لكن اليوم مبادرتكم علاماتها واضحة. تحدث عن هذه المبادرة وتأسيسها. بداية بحب أشكر تلفزيون لورد الأعدام ومثل هذه المبادرات. أحب أصبح على الوطن وعلى القيادة الهاشمية وسمو ولي العهد ومبارك له بمولود جديد سمو الأميرة إيمان. المبادرة كيف فكرتها بلشت؟ كنا مجموعة شباب جالسين مع بعض، إحنا رائدين في العمل التطوعي، إحنا من قبل ما نتأسس المبادرة كنا شغالين في العمل التطوعي. فكرنا في التخصص، صرنا نتوجه إن كلام إنه أنت كمرشد شو وظيفتك في الحياة أو شو دورك، أو أنت إذا بتدخل على سبيل المثال على المجال النفسي بتصير مريض نفسي وإلى آخره من هاي الأمور. حاولنا قدر المستطاع إنه نبين شو دورنا إحنا كمرشدين وشو المشكلات اللي نقدر نحلها. تأسست 27/8/2023، تأسست من 7 أشخاص. نعم. 7 أشخاص كنا زملاء مع بعض في نفس التخصص، إنه يا إخوان بدنا نعمل مبادرة. أنا كتبت المخطط كامل لأنه بدي أسس مبادرة اللي معي يجي عشان أسس فيها. أول هدف حطيناه نأهل الأخصائيين أو المرشدين على مستوى المملكة وليس فقط داخل الجامعة الهاشمية يكونوا قادرين للتعامل مع الحالات اللي بتعامل معها، ولما ينزلوا على الميدان نحاول نشبكهم مع يتدربوا ميدانيا أفضل ما يأخذوا نظري. يعني نظري يعني وظيفتي أنا في المبادرة أعطيه إشي ميداني وليس إشي نظري. إضافة إلى ذلك طبعاً في هذه المناسبة أحب أشكر عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية ومثلة الأستاذ الدكتور عميد شؤون الطلبة باسل المشاقبة والدكتور أيمن علمات والدكتور فراس العسلي، يدعمونا كثير في المبادرة، احتوى المبادرة، داعميننا بكل شيء من ناحية اللوجستيات كقاعة كشهادات من داخل الجامعة للطلبة، بساعدونا لصقل شخصية الطالب إن كان معنا في المبادرة ولا خارجها. نعم. لما بلشنا وش لقينا صعوبات، ما بحكي لك انه ما لقينا صعوبات، لكن طلعناها في مبادره بدنا ننشر اكثر شيء. تواصلنا مع منصه نحن وبنوجه لهم التحيه اللي تقبلوا هاي المبادره ووطناها عندهم، صارت شهادتنا معتمده من هذا الجانب. معنا اخصائيين درجه الماجستير والدكتوراه بكالوريوس خريجين. جميل. قدر المستطاع مثل ما حكيت لك بنحاول انه ناسس الاخصائي كيف يتعامل مع هذه المشكلات، بنفس الوقت بنرجع للمجتمع المحلي. يعني على سبيل المثال عندنا دورات تعديل السلوك اللي بنقوم فيهن، بناسس فيها الاخصائي، اضافه لذلك الامهات والاباء المقبلين على الزواج انه كيف يتعامل مع الطفل، انه الضرب مو في للطفل بالمره، تقدر تتعامل معه عن طريق التعزيز والعقاب والى اخره. جميل جميل. أنس، قديش مهم اليوم التوعية بالصحة النفسية، وقديش مهم كمان اليوم نعزز ركائز إنه نحن اليوم جد لازم ننتبه على صحتنا النفسية؟ وإذا بتقدموا كمان نصائح أو تيبس أو نقاط معينة تقدر تساعد ليعرف الشخص إنه هو بحاجة لإرشاد نفسي أو أخصائي أو إذا احتاج طبيب نفسي. لا، بالبداية شكرا لاستضافتكم، واجبنا، هلا بك، وصباح الوطن الجميل، ونهنئ سيدي صاحب سمو الأمير أمير الشباب بقدوم مولدته الجديدة، وشكرا لعمادة شؤون الطلبة الجامعة الهاشمية وممثلة بعطوفة الأستاذ الدكتور باسل مشاقبة والكادر الإداري، لأنه قديش إحنا دعمونا في مبادرتنا حتى وصلنا لهون وحتى خفف التحديات عنا. بما يخص الإرشاد النفسي والإشي اللي إحنا بنقدمه، هلأ لسه إحنا الكلتشر عنا في مجموعة الناس أو المجتمع بشكل عام بيحكي انه خلص اذا راجعت مرشد نفسي او كذا بيحكوا هذا يعني في something wrong عنده. لا، احنا مش هيك. الارشاد النفسي اصلا احنا طبيعتنا بنتعامل مع الناس اللي عندهم مشاكل، الناس الاسوياء، كل الناس بشكل عام عندها مشاكل، مشاكل بسيطه ولكن يحتاج انه ومضات، نصائح، توجيهات، ارشاد لحتى يتخطى هاي المشاكل، لحتى ينعكس على المينتال هيلث تبعته، الصحه العقليه. بالضبط. احنا مبادرتنا انطلقت في الجامعه الهاشميه،
قدمنا كثير في الدورات الأونلاين والوجاهية. مرة من المرات عملنا هيك كورس وجاهي، ما بدنا إنه يكون زي ما بن يعني الأسلوب التراديشنال تقليدي بالضبط، إنه خلص محاضرة أو تسمع فيديو أو كذا، لا بدنا يكون في إكسرسايز. فلما سجلنا الفورم وإجوا الطلاب وكنا حاجزين قاعة وما توقعنا هذا العدد، يعني حتى القاعة فللت والطلاب كانوا على الواقفين، ويعني جد انحرجنا معهم إنه بطل في مكان. أعطيناهم مجموعة إكسرسايز، عن جد لما عملنا الفيدباك والعملية التقييم في نهاية الكورس انذهلنا من الكومنتس الطلاب إنه هذا الإكسرسايز عم بيعملوه يوميا في حياتهم، وانعكس طبعا على ذلك الصحة النفسية، والأحلى من هيك والأفضل انعكس على معدلاتهم في الجامعة وتحصيلهم العالي. فهذا اللي إحنا بنوصله. إحنا ما بنحكي إنه مثلا خلص عندي مشكلة نفسية انتهت الحياة، احيانا كمان التضخيم اللي بصير عنده في المشكله النفسيه انه واو هاي مشكلتي خلاص مش راح تنحل، انا خلاص انتهت كذا، بيكون إشي بسيط بس انه بيحتاج يتبع الصعيد الصح في حياته. فهذا اللي احنا بدنا نوصله. وعمالنا احنا الان بنقدم مجموعه كورسات اونلاين بتفيد في بديهيات الحياه، يعني في بعض الاشخاص قد انه بصير معه مشكله نفسيه وبتاكر يومه بشيء بسيط يعني صار معه، لكن بيقدر يتخطاه حسب انه المعتقد. هذا إشي مهم كثير، المعتقدات اللي إحنا بنأخذها عن نفسنا، المعتقدات عن دراستنا، المعتقدات عن علاقاتنا الاجتماعية. علاقاتنا الاجتماعية طبعاً هو إشي كثير مهم، هذا حتى في يعني علاقاتنا الاجتماعية في الشغل، علاقاتنا الاجتماعية في الجامعة، علاقاتنا في مع المجتمع المحلي. في مصطلح مهم كثير في المينتال هيلث اسمه هندسة العلاقات الاجتماعية، هذا إحنا بندرب فيه لو الكل بتتبعه في علاقاته الاجتماعية لكان نتمتع بمستوى عالي من الصحة النفسية. جميل. هاي مهمة. جميل. يعني كلام جميل أنس، ولكن اسمحوا نروح لختام. ختام شريدة كيف حالك؟ تمام. يعني وأنت مسؤولة ملف جائزة الأمير الحسين للعمل التطوعي بالمبادرة، اليوم نتحدث عن هذا العمل التطوعي. زي ما حكوا الشباب إنه إحنا كنا بنمارس عمل تطوعي قبل المبادرة، فقديش اليوم أعطاهم دفع للأمام بأنهم ينشوا هاي المبادرة، وقديش ممكن تكون أهداف المبادرة واضحة من خلال العمل التطوعي اللي قاموا فيه أيضا. تمام. هلا أول إشي سعد صباحكم. يا هلا. طبعا هذا دعم وتوجيه من الرئيس ومبادرة حصاد التربوي. طبعا احنا بتوجيه منه عم نمارس ونبلش بجائزة الأمير إحسان. هلا احنا بلشنا تقريبا 6 بنات لهي الجائزة، ونظمنا وقسمنا عشان نوثق كل الأعمال السابقة لمبادرة حصاد التربوي. نعم. حاليا عم نشتغل عن لاكثر من شيء بنوثق فيه. احنا قسمنا كبنات 6 بنات قسمنا هاي الشغلات، وحاليا عم نعمل على تطوير وعلى دورات وعلى ندوات، ومنروح زيارات مدارس، وعم نشتغل على اكثر من شيء عشان جائزه الامير حسن. تمام. طبعا ان شاء الله يعني لقدام شوي في إن زيارات على المراكز على المدارس، هاي كلها بتقوي من فرصتنا بالجائزة. نعم. وإحنا هاي يعني زي مبدأ إحنا حابين نجرب، ممكن يعني نصيب وممكن نخيب. نعم. إن شاء الله تصيب وإن شاء الله تنجح. إن شاء الله خير وبرهان. إن شاء الله. طب قديش ناس استفادوا منكم من هذه المبادرة، وقديش انعكست على حياتهم؟ يعني حكى أنس إنه انعكست بشكل يومي، ومرات بتعرفوا بدنا كلمة في بعض الأحيان حتى تغير. نعم. صحيح. مفصل بحياتنا. إحنا أول إشي قبل ما نختار الموضوع راح نحكي فيه للمجتمع، بنعمل زي دراسة حالة للمجتمع إنه شو المشاكل اللي بعاني منها. فلاحظنا مثل ما حكى أنس إنه أكثر في العلاقات الاجتماعية. ممكن نحكي عن الذكاء العاطفي، نعمل ورشات الذكاء العاطفي، ممكن عن طريق التواصل والاتصال، العلاقات السامة والغير سامة، ممكن دورات تدريبية بنرجع للأخصائيين مثل أساليب المعرفة السلوك CBT، تعديل السلوك، الفهم وعلاج الاضطرابات النفسية من الدورات اللي قدمناهم. تقريبا ما يقارب 600 شخص استفاد منا. احنا دائما في العلاج النفسي او في الارشاد النفسي في بنهتم اكثر شيء للتقييم. التقييم دائما معنا من بدايه المرحله لاخر مرحله في كل شيء بنشتغله. حلو. فتقييمنا الحمد لله كان ممتاز جدا من جميع الاشخاص، كلهم مستفادين. وانا من الاشخاص اللي بقدم دورات، لما اقدم الدوره لازم اعمل امتحان، اذا ما في امتحان ما بتنجح عندي. جميل. عشان يعني عشان نعرف استفدت ولا لا. بالاخير انا ما بقدم يعني بقدم عمل ما بقدمه عشان ابين للاشخاص اني بقدم، عشان افيد. بالاخير احنا كله هذا بتوجيهات من يعني هدف واضح عندك. بالضبط، بتوجيهات من اولي العهد انه الشباب تنخرط في العمل التطوعي، واحنا دائما خلف القياده الهاشميه في اي توجيه بدايه اكيد نخرط الشباب في العمل التطوعي. أكيد. ونباشر في اي عمل يفيد الطالب او يفيد المجتمع بشكل عام. نعم.
حاليا بالنسبه للجائزه شغالين على مشروعين، مشروع لمكافحه المخدرات بتعاون مع الاجهزه الامنيه ان شاء الله راح يتم، لان احنا كنا ايد واحده للحفاظ على امن واستقرار بلدنا الحبيب. إضافة إلى ذلك في عندنا مشروع بجوز راح أحكي على التلفزيون مع أني ما كنت حاب أحكي. لا أحكي يلا تحصري. هو المدرسة المتنقلة لمحو الأمية. إحنا عندنا جانب في المبادرة مختص في العلوم التربوية من تخصص معلم الصف الإناث في الجامعة الهاشمية. هذا المبادرة راح تتم للكبار السن والأطفال اللي هم في زي ما حكى في غرفة المصادر، لأن إحنا كنا في المدارس كنا نشوف غرفة المصادر إنه اللي يروح عليها يصير عليه تنمر إلى آخر الأمور. واحنا بنحافظ على الصحة النفسية، فبنحاول قدر المستطاع انه احنا نكون موجودين، نحاول ندرب الطلاب حتى الاشخاص الكبار. يعني في بعض الاشخاص تتعامل معهم اصدقاء لك بكون واصل للعشرة لا يعرف لا يقرا ولا يكتب، يقول لك انا فعليا ما نعرف امسك تليفون. صحيح. فاحنا بنحاول قدر المستطاع انه نوعيين ندربوا عن طريق متخصصين في هذا المجال، معلم صف ومنهم ماجستير معلم صف اساليب. هذا برنامج برامج المبادره راح يكون قريبا، هذا برامج المبادره راح نشارك فيها في الجائزه ان شاء جميل. الله جميل. ان شاء الله. بالنسبه للاستدامه، استدامتنا دائمه، ما عندنا وقت معين للانهاء. يعني انا اسستها حاليا راح اتخرج راح اسلمها للي بعدي وراح اضل متابعها حتى وانا خريج، لانه هدفنا مو سنه سنتين، هدفنا عن العلم على مستوى الملكي كامل. لأنه إذا كانت صحة النفسية للشخص أو تكيف النفسي في العمل اللي بقوم فيه أو في الوظيفة اللي بقوم فيها بزيد الإنتاجية، وإحنا بدنا نزيد الإنتاجية في بلدنا. يا سلام عليك. يعني بصراحة قبل ما أروح لأنس، قديش اليوم الشباب الأردني عن جد قادر، وعن جد والله نفتخر بالشباب اللي زيكم عن جد اللي نسمع الأهداف ونسمع الرؤى اللي موجودة بهذه المبادرة. أنس يعني ممكن مصعب حكى عن موضوع العمل التطوعي، قديش اليوم مهم آلية العمل التطوعي تحديدا للشباب اللي بالجامعات وتحديدا الخريجين. اليوم الشاب لما بده يتخرج صارت انه من السي في يكون محطوط بالسيره الذاتيه انه هو اشتغل بعمل تطوعي، قديش هذا مهم وليش انتم اليوم من خلال مبادرتكم تشجعوا الشباب على هذا الموضوع؟ طب هلا شوف، يعني حتى احنا يعني انا مدير اداري لهذه المبادره نحب نبحث ونستفسر عن هذا الموضوع كثير. الان توجه العالم والاتش ار تحديدا حتى بده بالتوظيف انه بده الكوميونيكيشن سكيلز وشو عندك عمل تطوعي. طبعا طبعا. يعني احنا بنعرف في كثير طلاب مثلا معدلاتهم امتياز، يعني نظريا ما حدا قد يعني طالب بيكون بس بالنظريا بس بيعرفش يقدر يطبق على ارض الواقع. حتى في بعض الاشخاص حاملين درجات علميه عاليه منها الدكتوراه ومش قادر يتفاعل. صحيح. واحد مع بكالوريوس او ماجستير قادر يكون له تفاعل بالمجتمع اكثر. بالضبط. احنا هذا اللي بنبحث، احنا ما بدنا شيء نظري. هي كتب كثيره بامكانك تاخذه بي دي اف من الويب سايت او كذا. فانت كيف لما بدك تروح لازم يكون عندك سي في، سي في كيف بدك تحصل؟ بدك تشوف في عندك عمل تطوعي. طبعا العمل التطوعي ما بنسال انه الكوميونيكيشن سكيلز بيشتغل عليهم، في كثير من المشكلات المهنيه اللي بتصير في الناس بيفقد الكوميونيكيشن سكيلز. طيب انا كيف بدي احصل الكوميونيكيشن سكيلز؟ لازم نرجع يكون عندي فولنتيرنج. هذيك اليوم كنت قاعد مع استاذ دكتور وهو درس في المانيا وكذا، فبيحكي لي يعني توجه العالم الناجح، خلينا نحكي كل الناس اللي عندها تقييم عالي، بيحكي انه بدوروا على العمل التطوعي اكثر، وما ما بتتخيلوا قديش الناس الناجحين بقدروا العمل التطوعي. او بتحكي هي از كامينج فولنتير، يعني بيحكي لك انه واو هذا الشيء كثير، انه بيعطينا حساب وقته حساب جهده، فانه قديش حلو. وبينعكس كمان نرجع لموضوع الصحه النفسيه، لما انت بتكون بتقدم شيء ويكون له اثر. وهذا بعدين ما بننسى طبعا كل شيء بنتسى الا الاثر سواء كان سلبي او ايجابي. صحيح. فما بالك لما بيكون ايجابي. صح. فهذا ظل موجود بالضبط وملموس على ارض الواقع، فهذا الشيء برضه بينعكس على صحتك. صح. النفسيه الشخصيه. نعم. صحتك النفسيه المجتمع. نعم. هذا الاستفاده اللي بتصير. اكيد اكيد. بدنا نسال الختام قبل ما ننهي حلقتنا. يعني اليوم مشاركه المراه مهمه جدا في كافه المجالات. اليوم أكيد. مشاركتكم كصبايا بالجامعه اليوم بهذه المبادره، واليوم قديش اعطتكم دافع للامام انه اليوم انتم تنطلقوا من خلال هاي المبادرة، ويكون أيضا أهدافكم لقدام أيضا بشكل أوسع. هلأ مبادرة حصات تربوية أكثر. نعم. إشي ممكن أكثر إشي ممكن دعمنا، وفعليا قوى من خبراتنا حاليا كطالبين طالبات من كل النواحي، حتى مش بس الإرشاد النفسي. ممكن إحنا بنعطي لأكثر من تخصص، ممكن هم مثلا عندهم مبدا انه يعطوا الدعم. نعم. والتوجيهات لكل جميع التخصصات مو الارشاد النفسي. نعم. ففعليا انا بتشكر حصاد التربويه على الدعم اللي اعطونا اياه، وفعليا ساهموا بتطوير ودعم طلاب الجامعات وعلى مستوى المملكه، مش بس طلاب الجامعات، المدارس المراكز حتى، يعني اعطونا دورات وورشات
أونلاين فادتنا بحياتنا العملية، بحياتنا اليومية، حتى قوت من خبراتنا مع الأهالي، مع صحباتنا، مع المجتمع بشكل مع عام. المجتمع بشكل عام. نعم. أنا بتشكرهم. يعني إحنا بدنا نشكرك ختام على تواجدك معنا، وبدنا نشكر كمان مصعب وأنس على تواجدكم معنا ومشرفتونا للأمانة. الله يكرم. الله يسعدك. أنت لكم الشكر والله على الاستقبال وعلى الدعم الدائم للمبادرات الموجودة على أرض الوطن. بالعكس واجبنا، وكل التوفيق لكم. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيكم. يا هلا. الله يسعدك.